مفتاح الصلاة على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا مهيئ الدرس لكن نسيته. فاليوم أنا وياكم لعنصير على مائدة الله، فأولا وآخرا ونحن على مائدة الله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. افتتحت الآية: إن الله وملائكته. ملائكته يعني المقربون إليه من حملة العرش والقربيون الذين حول العرش الذين لا يفترون عن ذكر الله طرفة عين، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم المسبح، فلا يفترون عن ذكر الله طرفة عين. إن الله جل وعلا بعزته وقدرته وعلمه وحكمته، إن الله بمحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته المقربون إليه يصلون على النبي. يصلون صلاة الله رحمات، وصلاة الملائكة دعاء. فالملائكة تدعو والله ينزل الرحمات على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى التوراة أو إلى الإنجيل أو إلى صحف إبراهيم وموسى لا نجد مثل هذه الآية. لا نجد إن الله وملائكته يصلون على النبي كذا، ما ورد في التوراة والإنجيل صلاة الله والملائكة على نبي إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يكفي محبة الله لرسوله الأعظم. محبة الله لرسوله أن الله عز وجل قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وجعل في شريعة الله أن الشهادة الأولى لا تقبل إلا إذا قرنت مع الشهادة الثانية. فلو قال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، لو قالها 1000 مرة ولم يقل محمد رسول الله فمردودة عليه لا تقبل. لا تقبل لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله. هذه من أكمل الكرامات والعطايا الذي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله يصلي على نبيه يتغمده بالرحمات، والملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلها ونهارها لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، والله يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما
المخلوق يتقرب إلى الحبيب بمن يحب، يتقرب إلى الحبيب بمن يحب. فإذا كنا نحب الله نتقرب إلى الله بحب رسول الله، فكلما زاد حبنا لرسول الله كلما زاد حبنا لله جل وعلا.